المية بتنشف ريقنا لما نجيبها. السطل لما بده يجيني بده يمكن أقل شي نص ساعة. في طحين قدام فيش ما مرقش اليوم. لما بدك تجيب كيس طحين ما فيش لازم تموت عشان تجيب كيس طحين أو نص كيس طحين. احنا يابا ما بدي كيس الطحين، انا اللي برمون لي خود هاي كيس الطحين ونجر يموت ينفغص بدناش اياه. هذا زل اصلا، هذا زل اللي قاعد برميني بالطياره. كرامه الانسان وين؟ هذا زي بقول لك انت من غير كرامه، يلا خود انا بدي ارمي لك زيك زي اي واحد من غير كرامه. انا مستعد استريبه فلوس بس صدني بكرامه. الله اين الله ايش بدك تسوي؟ شيل الاولاد والله الواحد تعب عشان الاولاد. الاولاد لهم الله يابا. لا اله الا الله، الهم الله، ربنا اللي بيعيشهم.